السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم اصدقائي؟ رجعنا في جديد حلقه جديده عن لعبه جديده اسمها كول اوف ديوتي مودرن وارفار. طبعا هي اللعبه امبارح اطلقوها الساعه 10 بتوقيت البلد اللي انا عايش فيه، وكان كانوا يعني بيقولوا الساعه 12 بتوقيت المحيط الهادي. المهم الساعه 10 كانت موجوده عندي، نزلناها وكانت لعبه جدا ضخمه. ما قدرنا نلعبها امبارح ونزل لكم عنها فيديو امبارح، او بذكركم بالفيديو شوي لانه ما قدرت انزلها لليوم، حتى كنت بحاول نفهم ايش تفاصيل اللعبه وايش ما شغلات هي، حتى نقدر نوضح لكم الفكره ونوضح لكم الفيديو ونحكي لكم فيه وتشوفوا شيء مشاهد جدا جميله ومستمتعوا بالمشاهده. وخلينا نبلش بالفيديو نشرح لكم شو هي اللعبه وشو تفاصيلها وشو هو الجميل جدا وشو هي الخرافي اللي فيها وشو هو اللي يخليك تنجذب لها بشكل جدا كبير. خلينا نبلش بالفيديو، لاست جو. من بدايه هي اللعبه اول شيء في عندك طورين، طبعا انت طور القصه اللي انتم بتعرفوه الوندر فول اللي كانوا منزلينه، وبعدين نزل هلا في شيء اسمه طور اسمه الباتل رويال. الباتل رويال طبعا مقسوم الى قسمين، في طور اللي هو مثل عنا بتمامة الفريق او التيم ترامبل بفورتنايت او بباقي الالعاب، اللي هو بانه بس تموت وتعيش تموت وتعيش بس، ولكن في هدف من اللعبه ان هي تجمع مصاري. هيك كان مطلوب منك انك تجمع مصاري، وكان انا اكثر شيء استمتعت بجيب المصاري لانه شوي انه ناس ما محترفه، يعني بالبدايه صرنا عم نجرب اللعبه وفي شوي بدك تضبط الضبط لانه كان في كتير مشاكل عندي بالضبط. اليوم قدرت يعني ها يعني هذا الفيديو ده ها يعتبر هو الافضل ما بين الباقيات، وصرت اقتل وامشي المهم. طبعا انتم شايفين اول ما ننزل نحن بالبدايه وفور من اول ما يبلش المباراه، فهم بتشوف حاطين لك عداد، هو عباره انه ينزلك في ساحه التدريب اللي نحن بنلعبها بالباتل رويال او باي كان باي لعبه كانت. تنزل بساحه التدريب يعني بيعطوك سلاح وبيعطوك بيفرجوك شنو انت لازم تحاول تتدرب وتلعب. بعدين تبلش انت هون تدخل مرحله اللعبه، بتطلع بالطياره وبتبلش بعدين تروح لحتى تنزل بالمحل مبدأ انت تنزل فيه انت واصدقائك، وكان معك طبعا هو السكواد مؤلف من 3 اشخاص. تنزل انت وسكوادك بالمكان اللي انتو بدكم اياه وتبلشوا المهمه اللي هي لازم انت تنتصروا او انه تقتلوا الكل او انه انتو تجمعوا اكبر قدر ممكن من المصاري. هلا بدنا نبلش نحكي بشكل تفصيلي اكثر. طبعا هون بهي اللعبه ما فيها غير طور واحد هو طور السكواد اللي هو مؤلف من 3 اشخاص، واللعبه فيها 150 شخص، يعني حيكون في 50 سكواد موجود معك وليس 25 سكواد مثل الباقيات. يعني 3 اشخاص ضرب 150 شخص حيكون في اللعبه موجود في كل مباراه. رح تنزلوا انتم في اماكن معينه، كل واحد ينزل وين ما بده. طبعا رح تفتحوا لك بس معك مسدس انه دائما تستخدمه، لانه مجرد ما تنزل معك مسدس وبس ما معك شيء ثاني عشان تدافع فيه عن نفسك. وبعدين تبلش تجمع الدروع وتجمع شغلات، وفي شيء حلو جدا انتبهت عليه انه الدم انه حاول يعبي، يعني مجرد ما انك تعرضت للخطر حاول انك تغطي حالك لمده كم جزء من الثانيه حتى يرجع الهيل يعبي لك اياها من اول وجديد. وطبعا انواع الاسلحه وتفاصيلها وفروقاتها لسه ما بنعرف كثير، بس يعني انت بتشوف السلاح اللي بيعجبك جربه وتضرب فيه. طبعا انت الشخص حتى تقتله تحتاج انت كم طلقه تقتله، اول شيء لازم تكسر له 3 دروع تحطهم في صدره، وبعدين تبلش تدمجه بشكل مباشر على جسمه، والطلقات وين ما تضربه اساسا حتدمجه وحتنعس عن سنسافيله للاعب الثاني. المهم هي النقاط الاساسيه. طبعا في بعض الميزات ممكن انت تحصلها، وفي بعض طبعا بعض الميزات انت تحصلها تاخذها وتركبها لك. طبعا مثل ما انتم شايفين في عندي انا كان عندي حاطه شنطه مثل دروب، او في ممكن انت عندك طياز درون او حسب انت وسكوادك شو هو الشيء اللي انت تحبوه تحطوه حتى تعمله تستفيد منه خلال المهمه. طبعا هي النقاط بعض النقاط الاساسيه الشغلات الاساسيه اللي عم نحكي لكم فيها. انا اكثر شيء استعجبني هي عمليه انه الهدف هو انك تجمع مصاري مو الهدف انك تقتل، وفي كثير شغلات حلوه فيها انه مثل عمليه حط الدرع عمليه يعني لعبه شوي مجدده فيها اشي حلو جدا. طبعا اهم شيء اللي هو دايما كل الناس تستفسر تعيد رفيقك تعيده للحياه. طبعا هي الميزه بالباتل رويال قلدت نفس الشيء بالفورتنايت، قلدت هنيك اللعبه نفس الشيء، بتاخذ كارت وتتعايش ولا صديقك نفس المبدا تماما، ما في اي فكره ابداعيه. اما هون في فكره ابداعيه جدا خرافيه جدا انا عجبتني جدا صراحه، انه هي الشخص بس مات عنده احتمالين، يا اما انه رح يتواجه مع شخص في السجن، طبعا رح يفرجوك انه انت بس متت رح ياخذوك على السجن انت سجنت فيه، فانت عندك هون خيار، اما انك تقدر تقتل خصمك وحتى تقدر ترجع على ارض المعركه وتبدا تحارب من اول وجديد. هذا بيعطي انه صعب انك تهزم شخص ويطلع برا اللعبه بشكل سلس، يعني رح يضل يرجع لك يرجع لك يرجع لك، يعني حتى لو قتلته كان محترف رح يقتل خصم ويرد يرجع لك على المباراه. يعني هون تقدر تقول انه هون للاعبين العاديين ما لهم اي اهميه وخلاص، انت الزلمه هيك ريلاكس وتحب الالعاب الهاديه اطلع من اللعبه هي خالص، لان هي بدها جلد جلد جلد، يعني جلد الحرفي جلد، ما في مزح ابدا، مو مثل الفورتنايت او غير شيء. وطبعا هم بس قتلوك انه في احتمال ثاني، في حال انهم قتلوك ممكن اصدقائك بيدفعوا في الفيديو تبعيتك اللي هي 4500 دولار، اللي هي المصاري بتلاقيها بالارض بيلاقوها ممكن يحصلوها، بيدفع فيديتك وبعدين بيروح على اي شوب اي سله بيقوم يعمل عمليه انزال وبيشتري او بيدفع ديتك، بيدفع ديتك وبيرجعك للعب، بترد ترجع من اول وجديد. يعني اذا كنتوا سكواد قوي جدا يعني هذا الشيء يعني انه خلص السكواد الجبار رح يفوز، بس اللي ما خرجوا يطلع مباشر، اطلع اطلع هاي اللعبه مو لك.
طبعا هذا الشيء جدا جميل. طبعا في عندك هذا طور جمع المصاري، في كمان شغله جميله انك تروح تلوت تضرب كذا، بس عمليا لسه بحس الجرافيك شوي يعني ما يبين عليه الشخص بوضوح وين موجود مكانه، يعني هذا الاشي اللي شوي عم بلاقي فيه صعوبه، انه ما بشوف غير الضرب الجاني من وين، طب الصوت الكذا، في كثير مشاكل فيها اللعبه. بس ولكن ينسى نحن ما بدنا نحكي عنها لانه هي لساتها بنسخه البتة، لسه ما صدرت النسخه النهائيه من اللعبه، لساتها بتتطور ولسه ما وصلت لمستوى يعني ممكن نعاتب اللعبه او اصحاب اللعبه على هذا الاشي. بس ولكن على كل حال اللعبه تعتبر جيده جدا، مقيمه جدا، يعني اللعبه جدا جميله جدا ممتعه جدا كويسه، بس ولكن هي ما بتكون مناسبه انا بعتبرها للي تحت 18 سنه، لان اللعبه فيها كثير قتال، يعني محبين الفورتنايت اللي عمرهم تحت 18 او تحت ال 20 ما راح يجوا على هي اللعبه، لانه فيها تحس انه انت داخل في معركه حقيقيه، حرب رسمي. اما اللي فوق ال 20 ممكن يتواجب يعني يتماشى مع اللعبه، هي تعجبه جدا، لان هي شغلات ما هي موجوده مثل صوت القصف والطيران والحرب والمدافع، ما هي موجوده بالفورتنايت او بالالعاب الثانيه، مو بالالعاب الثانيه يعني، في فورتنايت بشكل عام لان هي تعتبر شكل اللعبه الاساسيه بكل الالعاب الباتل رويال، يعني ما في هذا الاشي الطيران وقصف ومدفعي وهالاشي، فهذا السبب تعتبر هي اللعبه جدا جميله جدا ممتعه. ونهيك انه الحجم الكبير اللي تحتاجه حتى تنزل الكمبيوتر، يعني كمان بده يكون عندك انت مصاري حتى تقدر تلعب هيك لعبه. طبعا ما تدعم اللغه العربيه على البي سي، بتدعم على البلاي ستيشن، انا حاولت انزلها باللغه العربيه على البي سي ما قدرت، ما بعرف جزء انا ما عرفت فيه غلط ما عرفت اركبه، بس ولكن في بعض الناس ممكن شفت ناس بتلعبها اللعبه باللغه العربيه. اللعبه طبعا اذا استفدت لعبت فيها من اللغه العربيه شوي، لان في كثير اوامر بيعطيك وين يوجهك وين يقول لك وين الناس وين كذا، فبساعدك هذا الاشي بشكل جدا كبير. واحلى شيء وقت حدا يكون عم يعين عليك بالسنايبر فورا بيعطيك مثل ومضه انك تشوف الشخص انه عم يعين عليك، فورا تقدر انك فورا ترد تدافع عنك، تدافع عن نفسك او تهجم عليه بشكل مباشر. هذا الاشي جدا جميل وانا عجبني صراحه. طبعا احنا اللعبه هي شغله ما حكينا عنها، ما راح نختصر الحديث بهذا الفيديو اليوم، يعني الحكي كثير عن هاي اللعبه، انا راح اترك لكم هلا تقريبا 10 دقائق كمان مشاهده ممتعه يعني هيك تشوفوا كمان شوي اللعبه لقطات عنها، هيك انا عم بجلد انا عم بضرب يعني ها نقول يعني بلشنا نتعلم، بس نحتاج لسه كثير من الشغل ونتعلم حتى نتعلم. اهم شيء الضبط السنسوريتي، لانه وقت دخلت اعطاني 12000 سنسوريتي تبع الماوس، انا كل عم بمشي على 4000 يا شيخ، يعني حتى 4000 في ناس عندها تعتبره جدا ضخم، فلازم تتموا هاي الشغلات وتعرفوا انتم شلون تضبطوا اللعبه بشكل صحيح وتبلشوا تلعبوها، يعني لا تكشوا من اول ما تشوفوا انه الضبط مو راكب او الحركه سريعه، حاولوا انه تغيروا الضبط تغيروا كل شيء. وحسب ما سمعت عن اخر الاخبار عن كول اوف ديوتي بهذا السوزن وقت انطردوا اطلقوا هاي اللعبه، انا سمعت انه اطلقوا كمان معهم سيرفرات خاصه للاعبين الشرق الاوسط حتى يلعبوا فيها اللعبه ويستمتعوا اكثر بشكل مباشر، انا ما شفت هذا الحكي، انا كنت عم بلعب على بينك 100 جزء لانه هسه مخدم بس للبلاي ستيشن، لسه ما وصلت للبي سي، ما بعرف شو التفاصيل اكثر عن هالمواضيع هاي، بس انا بكتفي لهذا القدر. ومشاهده ممتعه لنهايه الفيديو، واهم شيء ما تنسى تحط لايك والاشتراك وتسنانك اليوم بتجد حلقه جديده، واذا عجبتكم اللعبه جد اكتبوا لي بالتعليقات حتى انزل لكم فيديو هيك جلد 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 واقدر اجيب لكم فوز فيه ان شاء الله اول فوز. طبعا هي اللعبه فيها باتل باس، فيها كل شيء مثل الباتل رويال، راح احكي عنها بتفاصيل قادمه ان شاء الله اكثر. حبيت انا اختصر هذا الفيديو اوضح لكم بعض النقاط المهمه اللي فيها، النقاط الجميله بهي اللعبه وبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مشاهده ممتعه لنهايه الفيديو. في ناس حتجمع المصاري وخلصت جميل، واحنا لسه ما حطينا بنتقتل كلنا هون. هذا بارك
رفض الايباد خامس ما الزاوية وبارك مكمبر بها يخرب الديار الكمبرة معهم. هذا ما بيضرب نزل له قطر يده لما نزل في يد ثمنت المهم 126 ألف تيم 127 ألف حلو اكس بي خذينا 500 اتس جود يعني مو جود جود يعني صراحة يطولنا نص ساعة اول يمكن تطير جدا سيء صراحة. هلا بنروح نلعب جيم عادي باتل رويال بلاي عادي يعني بالوقع بالباتل رويال ما راح نقدر نصمد راح نكش مباشر لبرا. طبعا هون بالمرحلة الأولى راح ننزل طبعا هون انت بالمرحله الاولى هي مثل مرحله التدريب انه تنزل ضويك بس بتنزل مع سلاحك مع كل شيء قد وهي طبعا نوعا ما تنزل مع مسدسك انا بحددك دور على مسدس او شيء الو انا بنت المصاني محترف وين ننزل يا خير اوكي تعال يا مجنون ليه ما جيت معاي ما اعرف شو هذا بس ما في شيء مهم كويس فيه يا زلمه ما خلونا نتنفس كنا رايحين على السجن وني بالسجن مني حطيت سفنجة مصاري تقدر يرجعني عجب يرجعني يدفع لي مصاري ولا يكبني برا loading next play هون استنى لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا